وينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية الأعلام بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني مرة أخرى. دكتور أيمن، يعني بعد التحية نتحدث عن ارتفاع في حجم التبادل التجاري بنسبة تخطت 75%. برأيك ما قراءتك لهذا التأثير الاقتصادي على مصر تحديدا؟ هو بداية يا فندم احنا لازم نفهم أهمية الهند في النظام العالمي الجديد وبالذات على الصعيد الاقتصادي. الهند هي سادس أكبر دولة اقتصاديا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا ثم بريطانيا. الهند هي سادس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي يساوي 3.17 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، ده وفقا لأرقام البنك الدولي، وهي بتأتي متفوقة على فرنسا وإيطاليا. لو مثلا بننظر إلى الصادرات الهندية برضو علشان نفهم حجم الاقتصاد الهندي وديناميكية الاقتصاد الهندي، الصادرات الهندية في العام المالي المنتهي 31 مارس 2023 سجلت إجمالي صادرات 770 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو حوالي 14%. المهم أن منها صادرات سلعية ب 447 مليار دولار نسبة نمو 6%، لكن الصادرات الخدمية تساوي 322 مليار دولار بنسبة نمو 27%. ده طبعا وإحنا في أزمة اقتصادية عالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية وموجة تضخم وغلاء عالمي. إحنا عارفين أن التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2022 بلغت 9.1%، وده أعلى معدل لها من 82، وفي الاتحاد الأوروبي بلغت نفس النسبة 9.1% لكن في أغسطس 2022. طيب الهند قدرت تحقق ده إزاي؟ نسب النمو العالية دي قدرت تحققها بما يسمى ديناميكية الاقتصاد، بقدرة الاقتصاد أولا على التكيف ثم بالاستثمار في البشر، بالاستثمار في يعني التعليم. احنا عارفين ان الهند من أكبر مصدري البرمجيات في العالم اللي هي السوفت وير. الهند مثلا كتير قوي من الشركات العالمية بتنقل الكول سنترز بتاعتها للهند. الخدمات المختلفة، خدمات التصميم، خدمات الاستشارات الفنية والاستشارات العلمية. من هنا بيجي أهمية التعاون مع الهند. طبعا الدبلوماسية الاقتصادية المصرية وهي ركيزة أساسية الحقيقة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمؤسساتها المختلفة، المؤسسات العريقة المصرية من وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي، تتحرك في دوائر التأثير المصرية سواء الدائرة العربية، الدائرة الأفريقية، والآن الدائرة الآسيوية. الدبلوماسية الاقتصادية المصرية كانت واضحة جدا في الاهتمام المصري بالهند، لأنه مصر والهند علاقات قديمة من أيام عدم الانحياز، مؤتمر باندونج وقبل وبعد كده. احنا لو بنتكلم على جذور العلاقات التاريخية مع الهند، نتذكر مثلا أن المهاتما غاندي كان بيقول أنه تعلم الثورة وتعلم كيف يجمع الشعب حوله من سعد زغلول، ودايما كان هناك يعني تآخي ما بين حزب المؤتمر الوطني في الهند وحزب الوفد القديم في مصر. ثم بعد ذلك العلاقات التاريخية بين الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء جواهر لال نهرو، وبعد كده التطور اللي حصل وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند واللي تم الإعلان عنها في يناير الماضي بالزيارة الرسمية لأم بي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي في يوم الجمهورية. الحقيقة لو بننظر على العلاقات الاقتصادية الموجودة حاليا مع الهند بين الهند وبين مصر، بنتكلم مثلا زي ما قلنا انه هناك مثلا شركات هندية لها استثمارات في مصر تقدر ب 3.2 مليار دولار، دي بتوفر 38 ألف فرصة عمل للمصريين في قطاعات الكيماويات، الطاقة، السيارات، تجارة التجزئة، الملابس، الزراعة. وهناك أيضا عدد من الشركات الهندية بتخطط الاستثمارات في مصر بحوالي 800 مليون دولار، دي بقى في مشروعات زي الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء وغيرها. التبادل التجاري مثلا بين مصر والهند وصل إلى 7.26 مليار دولار في
العام المالي المنتهي 31/3/2022. كل ده كل هذه علاقات علاقات قويه، ولكن احنا الحقيقه يعني بننظر للمزيد او بنتغايل المزيد. يعني لو بنتكلم مثلا التصدير المصري، احنا اجمالي الصادرات المصريه بلغ في العام المالي المنتهي 30/6/2022، ده اجمالي الصادرات بشكل عام بلغ 51.6 مليار دولار. لو بنقارنه بالعام المالي المنتهي 30/6/2022 فكان 43 مليار دولار، ده بيبين القفزات اللي بتحصل في الصادرات المصريه، ولكن هي اقل من ما نتغياه. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما حط لنا هدف 100 مليار دولار سنويا تصدير، هذا الهدف اللي بتتحرك من خلاله الدوله المصريه وبتتحرك لتحقيقه، بعض الناس بينظروا انه الهدف ده خيالي. لا، هو مش خيالي. اولا مش خيالي بالنسبه لثلاث حاجات. اولا بالنسبه للدول اللي زينا وسبقتنا زي مثلا فيتنام اللي بتصدر في السنه 356 مليار دولار. نعم. عارفين فيتنام دي خاضت حروب واتضربت بقنابل وكذا. ومش خيالي ايضا بالنسبه لحجم البنيه الاساسيه اللي تم الاستثمار فيها في السبع او ثمان سنوات الماضيه، مشروعات بنيه اساسيه باكثر من 8 تريليون دولار، مشروعات طرق مثلا 7000 كيلومتر جديد. نعم. مشروعات دكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، شكرا جزيلا لك.